نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. توقيع مذكرة تفاهم في مجال الضمان الاجتماعي بين تونس والكيباك. والإدارة العامة للحرس الوطني تدعو إلى التبليغ عن مرتكبي سرقات الأسلاك النحاسية. وفي التفاصيل، وقعت الحكومة التونسية مذكرة تفاهم في مجال الضمان الاجتماعي مع حكومة الكيباك بهدف ملائمة التشريعات ووضع الإطار القانوني الخاص بتنظيم قطاعات الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض وعدد الخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى لفائدة الجالية التونسية، بما سيساهم في تيسير عملية اندماجهم في بلد الإقامة. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزيرة العلاقات الدولية والفرنكوفونية والوزيرة المكلفة بشؤون المرأة بمقاطعة كيباك على هامش أشغال الدورة 18 للفرنكوفونية بجربة. في موضوع آخر، أمضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع 3 جامعات من الكيباك اتفاقية إطارية تشمل البحث العلمي والابتكار، وذلك خلال منتدى حول التحديات الاجتماعية ورهانات البحث العلمي الفرنكوفوني في عصر الرقمنة، انتظم اليوم الأحد بالقرية التونسية الفرنكوفونية في إطار الأنشطة الموازية للقمة الفرنكوفونية التي تحتضنها جزيرة جربة. وتهدف هذه الاتفاقية حسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير إلى إرساء حركية لدى الطلبة والدكاترة الشبان لإعطائهم مزيد من الفرص للإبداع داخل تونس وخارجها. وأشار الوزير في تصريح إعلامي اليوم الأحد إلى أنه سيتم في إطار هذه الاتفاقية تمويل مشترك تونسي كندي لمشاريع بحث وطلب عروض لبرنامج بحث تهم مجالات بتونس مثل التحول الرقمي والطاقات المتجددة وغيرها. دعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى الإعلام عن مرتكبي سرقات الأسلاك النحاسية المعدة للتنوير العمومي والاتصالات والتي تخلف أعطابا فنية وانقطاع الخدمات على المواطنين. وأكدت الحرس على التصدي لجميع الجرائم التي تطال الأملاك العامة والخاصة وعلى تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة على مرتكبيها، وفق ما نشره المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الأحد على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبينت في هذا الصدد أن فرقة الأبحاث والتفتيش بزغوان التي كانت معززة بدورية من الفرقة المركزية الثانية للاستعلام تمكنت وبعد التنسيق مع النيابة العمومية من الكشف عن شبكة تنشط في مجال شراء الأسلاك النحاسية وتصديرها للبلدان الأوروبية كمادة أولية. في أخبار العالم، أعلنت مصر اليوم الأحد تنفيذ مناورة للدفاع الجوي بعنوان درع السماء بمشاركة دول بينها السعودية وباكستان. وقال المتحدث باسم الجيش المصري في بيان بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، قوات الدفاع الجوية تنفذ تدريب المشترك درع السماء بأحد الميادين الرماية. وأشار إلى مشاركة وفد من السعودية وباكستان في الفعاليات واليونان بصفة مراقب، وشهد التدريب تنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوي بحسب البيان دون تحديد عدد الأيام المناورة أو تفاصيل أكثر عن المشاركين. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. توقيع مذكرة تفاهم في مجال الضمان الاجتماعي بين تونس والكيباك. والإدارة العامة للحرس الوطني تدعو إلى التبليغ عن مرتكبي سرقات الأسلاك النحاسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.